جزائريين كيعيشوا في فرنسا بعد فرنسا اللي تلاقيت بزاف كنتلاقاو مره في طنجه كيقول لك حنا جزائريين كنكونوا في فرنسا جينا ندوزوا العطله هنايا في طنجه ما قال لهم حد ذي الجن ولا ما ذي الجن الجن هي واحد هي واحدة عائشة هي واحد الجن هي يعني سلام أمازيغية مرحبا من تعمي مرحبا الجن هي واحد هي يان 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 يت هي واحدة بالريفية كنقولوا الجن أو إج والناس كنقولوا إشت أو إشتن ذاك النون كنزيدوها يا إما الجن أو إشتن أو لا إج أو إشت فين كنا خي جاكيشا خويا عزيز شد معايا اذا لاحظوا معي هذا العبيط الغبي دابا مازال ما جي دابا مازال ما مشيت لي وانا للفلوس مازال ما وصلتلوش للفلوس دابا كنجي له غير الفيزيك الفيزيك الكائن الفيزيقي فاعيد واقول لهذا العبيط الغبي المسمى بوق بوحم او بوق ديون يا غيور عدد المغاربة الذين يعودون إلى بلدهم في العطلة الصيفية 6 مليون 6 مليون وشي حاجة وعدد الجزائريين اللي كيرجعوا للجزائر 1.5 مليون على الأكثر الإحصائيات اللي شتانا 1,350,000 قارن بين 6 مليون ومليون ونص مع العلم أن عدد المهاجرين الجزائريين أكبر حسب الإحصائيات اللي تبون اللي قال 6.5 مليون كاينه غير فرنسا بوحدها خويا كمال تحياتي كمال هنوش تحياتي دابا نجي وسيدي التحويلات المالية بغيت الإحصائيات نوريهم لك أبو قبوحن نقلبوا لك على الاحصائيات نقلب الاخوان شي واحد يقلب على الاحصائيات يصيفطهم لي في البريفي حيت ما فيها ما يقلب ماشي غادي يدي لي الوقت عاد شتهم داك النهار ماشي بزاف شت التحويلات الماليه ديال المهاجرين الى الدول المغاربيه ولا الدول العربيه ولا الافريقيه ولا شت ما بقيتش عاقل واش حنا الرقم واحد ولا الرقم جوج الا كنا الرقم جوج فيتنا مصر وصحوا لي هذا الخطا هذا الا الى خطيت التحويلات المالية خصني نعطيها الإحصائيات نيشان اليوبا بوق الزعن اللي قال لك أعتقد أن المصريين فايتيننا ولا بحال كريم إذن كريم غارس كيقول لك بحال اللي عنده المرجع يقول لي فين نقلب تحويلات ندير واحنا نقلبوا هنايا دابا ما فينا خاسرين والو تحويلات المهاجرين ريشيرشي هاي افريقيا الاحصائيات الافريقيه الاحصائيات الافريقيه بن عمي تقول 2022 الاحصائيات نتاع 2022 في افريقيا لا مصر فايتينا مصر 31 مليار دولار نيجيريا 20 مليار دولار المغرب 10.7 مليار دولار هو الثالث غانا 4.5 مليار دولار كينيا 3.7 مليار دولار الجزائر يمكن ما عندهاش كاع غادي نجيب لكم التحديث المغرب زاد مليار ونص دابا في 23 عنده 11 مليار دولار ونص كاين الاحصائيات ديال طيله من نهار بدات الهجره المغاربه حولوا 140 مليار دولار خلال 40 سنه المغاربه حولوا 140 دولار 140 مليار دولار الجزائر 49 مليار دولار يعني المغاربه طيله 30 سنه 40 سنه حولوا النقود الى بلدهم 3 مرات أكثر من الجزائريين مع العلم أن عدد المهاجرين المغاربة أقل من عدد المهاجرين الجزائريين تفهمنا؟
نزيدو نقلبو على احصائيات اخرى. ما طلعتليش هنايا. المهم المغرب في 2023، المغرب في 2023 11.5 مليار، العام الفايت 11 مليار دولار. الجزائر ما وصلت لجوج المليار دولار، ما وصلتش لجوج. يعني التحويلات المغربية 6 مرات أكثر من التحويلات الجزائريين. ماذا يعني هذا؟ معناه أنه المواطن الجزائري عبر العالم لا يثق في بلده، لا يثق في المؤسسات المالية نتاع بلاده، لا يثق في المؤسسات الحاكمة في بلاده، لا يثق في نظام بلده. المواطن الجزائري في المهجر لا يثق في أنه يجيب فلوسه ويحطها في الجزائر في بلاده، وغتجي نتا يبابو غديون غتحاول تقنع راسك او توهم هذاك التبون اللي كتشيتلو اللي كتحصلو الصباط بانك غدير شي شاد العبط. ما انا تغير الروح، ما هذا بهدل ذا صاحبي وخوشي ندقد، واش تاع الدرجه يا الدرجه يا زور ذا صاحبي، راه شكري سنو سنيره يا غيوري غيرني كيتشني غا صح. ما انا رفضيحه، ماني تجي ما صاحبي انا رفضيحه يا صاحبي، راه بلاك الى بلاك الله بالحيسه صاحبي ديال الحسن. شوف صاحبي ماشي دوله تستاهله صاحبي. بعدا انت دابا غتخون بلادك بعدا. شوف اصاحبي شي المانيا، دير شي عامل مخابراتي مع هولندا مع سويسرا الامريكان، خدم مع السويد. بعدا تقدر تقنع شي غبي بانك مع خدام مع واحد دولة ديمقراطية، دولة فيها التنمية، دولة ما عرفت عندها الفلوس بزاف مهلية في الشعب نتاعها. انت جاي تشييت انت الأعبط نظام في العالم، تشييت انت النظام، بهدلته النيجير، بهدلته النص نتاع ليبيا، النص نتاع ليبيا غابو غديون. راه داكشي اللي بقالو دار، بقاتلو انصاف الدول وكتبهدلو، وبقاولو انصاف البشر بحالك انت. راه انصاف انت، راه انت حتى عقل واحد والله ما راه عندك، انت نصف عقل. غتشيت انت الواحد قال لك بغى يدير الغبره للناس ما شبعهمش حتى حليب، وغتهضر نتاع التنميه والفلوس والاستثمارات، وكتحاول ان تقنع نفسك او تقنع من معك بانهم غيجيبوا لك شي حق بين قوسين تدعيه او تزعمه او تحلم به. ها قال تحاول ان تقنع شي غيوره كيدك، شي حمار بحالك معك، تحاول ان تقنعه بانه تبون سيحقق شيئا من اوهامك. ها اي ما حنو مسامح الوالده اسمحي بزاف، اي ما حنو مرا تقف ايوا لا اله الا محمد رسول الله، سوير القهوه هدنا الزحلو سي ضحكاي الزحلو عيا ما يضحكني والو تعصبت. البرنوس اليوم راك قلقان، انا الغباء كيقلقني يا اخي الجزائري العابط، انا العابط كيقلقني كيعصبني. انا والله ما كنتعصب من شي حاجه، كيعصبوني الاغبياء بحال الرئيس نتاعكم، بحال داك المخابرات اللي عندكم اللي باغي تخدم مع هذا، وجايبه هذا باش يقنع معاه شي حد هاو راسو. نقسم لكم بالله ما مقتنع، هو اقسم بالله العلي العظيم ما مقتنع. هو ذاك النص ديال العقل الاخر اللي كيفيق، راه هو عنده نص، هو كيخدم غير بنص عقل، نص عقل كيخدم الصباح، نص عقل كيخدم العشيه. سمعتوا؟
هذاك اللي خصو يريح ضروري باش يخدم له خصو يرتاح. كيريح واحد نص د العقل يرتاح وكيخدم غير نص. ملي كيعيا حيت ما عندوش القدره انه يستوعب بزاف د الحاجات، يخدم 28 ساعه في النهار، 29 ساعه، 30 ساعه في النهار، والو كيقرا من الورقه ما قادرش مهم الفضايح. نشربوا الماء الاخوان نبردوا شويه. أسير العياشي راح اسولي من حط بعض الظهر. ايوا سمعوا دابا الاخوان اللي جاوا معطلين حيت اللايف شي اخوان كانوا معطلين بزاف، كنا بدينا اللايف بشي 500 دابا رانا في 1100 دونك غادي يكونوا. اسمع مستقبلا شغاري اليقين مستقبلا انا عندي اليقين اني غنقنع بزاف نتاع ديال الريافه وعقلوا على هضرتي اللي عندهم الفلوس بزاف غادي نقنعهم يمشيو للجزائر ويستثمروا في الجزائر تسهيلات المساعدات وغيلقاو تسهيلات ومساعدات كبيره تما. اساوسين اش غدير اساوسين افيك اساوسين؟ اسمع انا عندي القدره انني نقنع بزاف نتاع الريافه اللي عندهم الفلوس انهم مستقبلا يمشيو يستثمروا في الجزائر وغادي يلقاو تسهيلات. اذا هذا السيد هذا يستعين به النظام الجزائري باش يقلب على رؤوس الاموال الاجنبيه بعد خيانه الصين وخيانه روسيا وخيانه الامارات وخيانه قطر وخيانه دول الخليج والملايير ديال ايطاليا والمشاريع الكبرى نتاع فيات وكذا وكذا. قال لهم يبلغ الديوي انا نجيب لكم المستثمرين جدك. ايوه واه بنت عمي وامازيغيه والله العظيم بالله. قال لهم انا نجيب لكم الفلوس شمن بوتين شمن الصين شمن محمد بن زايد. واش الامارات قلبت عليكم؟ انا نجيب لكم الفلوس نشد لكم داك الشيء ديال الشركه نتاع التيمو. عندي صاحبي ريافه كيعرفوا في داك الشيء ديال الفلوس وما هكذا التيبغ غيجيو يشدوا لكم الشركه نتاع التيبغ. شادين لكم الموانئ؟ عندي صحابي ريافه خدامين في الميناء نتاع روتردام في هولندا غادي نجيبهم يشدوا لكم الموانئ نتاع الجزائر. فاش عندكم المشاكل في الجزائر؟ في الغبراء حليب كان عرف صحابي ريافه في دوسلدورف عندهم داك الشيء ديال البقر ديال هولندا هما موالين هما غيديروه لكم دابا في صافي. انا عاد عرفت كيفاش تبون غادي يرفع البي اي بي نتاعو. انا عاد فهمت اخوتي. كنقول السيد قال لهم من 200 مليار دولار الى 400 مليار دولار في ظرف سنتين ونصف غيدوبل لهم البي اي بي الناتج الخام الداخلي الفلوس ديال الرياف اللي غيجيب لهم يوبا. الفلوس ديال الريافه اللي غيجيب لهم يوبا. واه يا ودي واه يا ودي واه. ونقسم لكم بالله شتي هاد السيد هاد يوبا هذا الا خطاه الادسنس نتاع اليوتيوب والله ما يلقى باش يتسارى في الويكاند. شتي الويكاند والله ما عنده باش يخرج يمشي لشي ريستو هكذا ويدير شي عشاء زويون بشي شحال نقولوا حنا واحد 200 دولار يدير واحد القصارات 200 دولار ويخلص على صحابو شي عشاء. هذا ما عندوش حتى باش يتعشى هو باغي يجيب الاستثمارات لتبون. زيد العبقري زيد امين دوم قاهنش القرائن المتواضعة المخزن يا سويكوذ إريفينا سويون غدزايا. المخزن يكوذ إريفينا سويون غدزايا. ترجمة كتقول المخزن خايف ريافا يمشيو له لدزاير. شكون غيديهم؟ يوبا. المخزن يرتعد يوقف قف حسب يوبا
المخزن يوقف كيف لان يوبا غيديروا ليا فال الجزائر. اسمع هادي، المخزن اللي ولاد بلاده ولاد 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 ولاد, ولاد, ولاد الارض ولاد البلاد ولاد الوطن ولاد المغرب من مختلف المناطق، 6 مليون اللي رجعوا العام الفايت رجعوا لبلادهم، داروا 11 مليار ونص نتاع التحويلات الماليه، 11 مليار دولار نتاع التحويلات الماليه. غادي يخافوا هذا المخزن هذا وهاد المغاربه غادي يخافوا من هاد يوبا. لا المغاربه يديو الفلوس للجزائر في الوقت اللي الجزائريين يعني بلادهم، يلاه رجعوا مليون ونص جزائري الى الجزائر ويلاه محولين 2 مليار ديال الدولار. ومحولينها في التقاشر في الوقت اللي الجزائري ما عندوش كيفاش يدير يحول الفلوس بشكل رسمي وسريع وآمن الى الجزائر، كيصيفط الفلوس في التقاشر وفي الصباط وفي داكشي ديال بأجنحة وداكشي ديال الداخل، هذا غيقنع الريافه يديو الفلوس. فين غيديو الفلوس؟ كي غيديو يدخلوا الفلوس؟ دابا انت تحتي في شي واحد مثلا ما نعرف عنده شي 50,000 فرنك، 50,000 فرنك، 50,000 فرنك، كي غدير تقنعو يدخل داك الفلوس للجزائر؟ كي غيدير يدخلها؟ زيد العبقري زيد، لا حول ولا قوة الا بالله. أمراء لأن بنت عنا العوق دوري فيها من يتجانا الطاسري فيا نهارا توقذنا تفغنا في السور أو من يخميث انت تجان 50 دينياري فيا سبعهم 50 توقذن كيخافوا أو تفغن خرجوا هاد وجه المخزن لان خميلي ذي منا على حنونيه النغيا الريف يتوقع عسل ان هي رقصح مرافوز تزيا اتعوض الحنان النار الريفي غيار الريف تفيت في الدي تزيا. يا حنوني انت، يا حنوني انت، يا ابو حنونيه، يا ابو حنان، يا الحنان، شوفوا لي بان الجزائر نظام الحنون الذي فاض به الحنان على أولاده وبناته سيعوضه يفيض به على الأتباع نتاع بوغداوي. الحنان يا جدك، يا أبو قلبي حنون، الشعب الجزائري فاض عليه الحنان نتاع تبون، فاض عليه الحنان نتاع شنقريحة، فاض عليه الحنان تاع خالد نزار والجنرال توفيق والمخابرات، فاض الحنان يا جدك في الجزائر لدرجه انه راح يسيلو ها وكيستافدوا منه الاخرين البراني، يسمعوك الجزائريين زعما لا هاد الحنان اللي كتقول له كاينه في الجزائر، يجيو عندك لتما لالمانيا يسلخوك سليخ. اجي واش ما كتمرقوش ولا واش ما كتمرقوش؟ زعما ما كتمرقوش؟ ما كاينش حس المراقيه تمرقات والو لهاد الدرجه صاحبي التشيوت لهذا المستوى هذا؟ دابا لو كان كنتي كتشيت لبلادك وكدا ونقولوا هاد السيد هذا بعدا بلادو، فهمت؟ نقولوا السيد و يعني بلادو كما كان الحال واخا يعني كيقول غير الايجابي، نقولوا في اطار الايجابي يعني كيقول الايجابي راك عارف باش يحس تشيد التبون